الراديو 90-90 هواها مصر. حل ودنك مع عبد الفتاح مصطفى على الراديو 90-90. اهلا بكم مستمعي الراديو 90-90 في حلقه جديده من برنامج حل ودنك من 9 ل 10 مع فتاح مصطفى على الهواء كل يوم ما عدا الجمعه والسبت. النهارده معانا قارئ ومبتهل تاثر بالمدرسه النقشبنديه في الابتهالات، عاش في احضان القران الكريم بين الحرم الشريف ومساجد مصر، انتقل مع والده وهو صغير الى المملكه العربيه السعوديه واتم حفظ القران الكريم في مكه، فعاش في جو مليء بالروحانيات، وكان والده يعمل مدقق لمصحف الحرم الشريف في السعوديه. معنا ضيف من كبار المنشدين، صاحب حنجرة قوية من مواليد القناطر الخيرية، تخرج من كلية أصول الدين جامعة أم القرى عام 93، وعمل معلما بمدارس الحجاز وإماما لأحد المساجد بمكة لمدة 7 أعوام، وعاش ما يقرب من 30 سنة في السعودية، وعاد لمصر سنة 2006 واعتمد بالإذاعة والتلفزيون منشد وقارئ 2008، والتحق بمعهد الموسيقى العربية لتعلم الأداء الصوتي من 2007 ل 2009. معنا النهاردة المنشد الشيخ محمد علي جابين، نورتنا وكل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم. رمضان كريم علينا وكل سنة وانتم طيبين والمستمعين كلهم بخير، وراديو 90-90 من الإذاعة الكبيرة العملاقة الذي يمتد بثها عبر الوطن العربي الكبير كله. ربنا يخليك وحييك يا فندم. انت نورتنا يا مولانا. اسرار وحكايات كتير هنعرفها من ضيفنا النهارده. تليفوننا 2-18-10-866 ورقم رسائلنا 199-9. صفحتنا على الفيسبوك هي صفحه الراديو 90-90، وتردنا على الامر الصناعي النايل سات هو 11-765 افقي، وتابعونا وتابعوا كل برامجنا على 90-90.fm. انت حضرتك كنت عامل حاجه اسمها طه الحبيب، مش كده؟ صلي يا ربي على طه الحبيب. ده كان دعاء ولا ابتهال؟ هو دعاء، وفي يعني يحمل ما بين الابتهال والدعاء، من كلمات الشاعر العظيم الإسلامي الكبير الشاعر عباس الديب، والحان الأستاذ أحمد نور، وصورناه فيديو كليب في جامع الأزهر الشريف ما شاء الله، وعايزين نعيد المجد والغناء الديني كما كان. طبعا عارفين الشيخ النقشبندي هذا العملاق وأغنية مولاي، فأحببت أن أخوض التجربة وعملت أغنية طه الحبيب، وإن شاء الله تنال رضا المستمعين بإذن الله. إن شاء الله نروح نسمعها مع بعض. نسمع مع بعض طه الحبيب وحل ودنك بذكر الله. حل ودنك على الراديو 90-90. لسه مكملين حل ودنك على راديو 90-90، وضيفنا النهارده المبتهل الشيخ محمد علي جابين. وسمعنا دعاء طه الحبيب، بس ما كملش عشان موضوع الاجوان الماتشات ان شاء الله ازعلك في اخر الحلقه. عايز اسالك بقى في البدايه، كلمني عن دور الوالد في نشاتك، وخاصه انه كان بيشتغل او بيعمل مدقق للمصحف الشريف، وعاش سنوات كتير انت كمان بين احضان القران الكريم. نعم، هو كان للوالد عليه رحمه الله دفعه كبيره في توجيهي الى حفظ القران الكريم و مديح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام، وحب هذا اللون من ألوان التراث الغنائي، فكان يعني يدفعني ويشجعني، وبدأ عندي هذا الحب لهذا اللون من الإنشاد الديني. أولا كان في المدرسة في الطابور الصباحي، كنت أفتتح الطابور بالقرآن الكريم وبالإنشاد الديني ما شاء الله. ثم بعد ذلك يعني بدأ الموضوع يعني أحبه وأهواه، وبدأت يعني أتقن هذا اللون، ودخلت مسابقات في المرحلة الإعدادية والثانوية على مستوى المدارس المملكة العربية السعودية، وفزت بمراكز أولى. يعني نقدر نقول هي كانت رحلة حلوة حضرتك اتأثرت بيها وتعلمت فيها كتير. نعم. طب عايز اعرف منك سبب العودة، ولو انك قعدت فترة كبيرة جدا. نعم، هو طبعا احنا درست الدراسة الاعدادية والثانوية والجامعة، واشتغلت بالتدريس، والوالد عاد سنة 90، وطبعا كبر السن وانا اكبر الاولاد، فيعني قررت العودة للوقوف مع الوالد يعني. طيب ودخلت حضرتك ازاي بقى الإذاعة المصرية؟ والله يعني انا تدرس الأول في المعهد الموسيقى؟ لا، كنت في الأجازات أنزل وأدرس في معهد الموسيقى للدراسات الحرة اللي هو في رمسيس.
تمام. فكنت عشان تتعلم علم المقامات، المقامات والنغم والاداء ما شاء الله. وكنت طبعا يعني في خلال الاجازه باخد كورس واعود مره اخرى الى السعوديه، وفي السنه التي تليها ادرس في المعهد. لم اكن يعني اتوقع في يوم من الايام، او لم يعني يكن بخاطري ان انا التحق بالاذاعه المصريه. فاستمع لي احد الاصدقاء وهو من قريتنا، الاستاذ محمد رأفت، وقال لي انت ليه ما تقدمش في الاذاعه؟ قلت له انا انفع اروح الاذاعه. قال لي انت صوتك جميل جدا وتنجح. وبالفعل هو قدم لي في طلب بالاذاعه، والحمد لله رب العالمين. جاء وقت الامتحان وكان على راس اللجنه الشيخ ابو العنين شعيشة رحمه الله عليه، هذا مرحب. القارئ العملاق الكبير، يعني يعد علامه من علامات قراءه دوله القران في مصر يعني. فاستمع، فكنت في اللجنه، وكان الشيخ ابو العنين شعيشة كنت اراه من خلف الزجاج يهز راسه يمنة ويسرى، كان مبسوط يعني. فظننت انا الاول وهله ان هو ان انا مش عاجبه ادائي. فلما انتهيت من وصلت الامتحان، سالت هو الشيخ انا مش عاجبه ادائي ولا ايه؟ قال لي لا، ده بالعكس، ده كان مستمخ منك او كان متسلطن من ادائي يعني. دي شهاده كبيره طبعا. فرحت طبعا. وكان يحب يعني ان يظهر في مصر الاصوات الجيده، وكان يتبنى عليه رحمة الله كل صوت ندي شجي، حتى أنه بعد ما انتهينا قال أنا عايزكم تخلصوا يا ولاد الفواصل بتاعتكم عشان عايز أفرح بيكم قبل ما أموت، عليه رحمة الله يعني. الله يرحمه ويحسن. كان إنسانا عظيما وجميلا. طب أنت فاكر حضرتك ابتهلت قلت إيه ساعتها؟ والله أنا كنت مدحت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم السلام. وقلت طب نبتهل معه؟ هذا ربيعك يا محمد غردا، هذا ربيعك يا محمد غردا، فترى الوجود مغنيا ومرددا، ما إن أطل على الوجود ضياء حتى أنار العالمين إلى الهدى، وأراد ربك أن يجلي رحمة في الكون، رحمة في الكون، فاختار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أحسنت مولانا. أحسن والله إليك. طيب يا مولانا، أنت حضرتك قلت لي وأنت طالب صغير كنت بتاخد دايما تكريمات. نعم. طب أنا عايز أعرف منك التكريمات بقى اللي أنت أو المسابقات اللي أنت شاركت فيها وخدت برضو فيها تكريمات بقى لما رجعت. هو في مسابقات محلية وفي مهرجانات اشتركت فيها وأنا في السعودية، في الإمارات يعني فزت بمركز الثاني في الإنشاد الديني في أحد المسابقات، كنا صغير يعني. ما في الإمارات؟ نعم. اللي هي مسابقة المنشد الأول على الدول الإسلامية. نعم. تمام. ومسابقات محلية و طبعا كنت يعني وانا صغير برضو في العشرين سافرت الى دولة رومانيا، وطبعا بلد فيها اقلية مسلمة، واحييت هناك حفلات كثيرة في رومانيا، خاصة في منطقة اسمها كونستانسا، مقاطعة كلها مسلمين. وبفضل الله برضو يعني في مصر يعني اشتركت في مهرجانات محلية ما شاء الله. وفي المملكة العربية السعودية أذكر أن أنا اشتركت في المسابقة، مسابقة تلاوة القرآن الكريم في الفرع الخامس،
في سنة 1400، يعني حوالي 1980 تقريبا، وحققت فيها المركز الأول في الفرع الخامس. ما شاء الله، يعني حضرتك خدت تكريمات كتيره واشتركت في مسابقات كتيره. الحمد طيب لله. عايز ارجع للمشايخ اللي حضرتك تاثرت بيهم. انت حضرتك بتقول لي مثلا الشيخ ابو ده قارئ قران، الشيخ ابو عيشه. ده قارئ قران. انا تاثرت بالموضوع الابتهالات جدا. بمين بقى؟ بالشيخ النقشبندي عليه رحمه الله. هذا المبتهل العملاق الكبير، صاحب الصوت القوي الدافئ. مدرسه الشيخ النقشبندي مدرسه كبيره جدا، وهذا الصوت أثرى يعني بصوته، لديه يعني إرشيف كبير في الإذاعة، في الإذاعة المصرية وفي العالم كله. صوت قوي جميل يجمع ما بين القوة والخشوع في الأداء. ما شاء الله. فتأثرت بهذا المبتهل ويعني أحببته حبا كبيرا، وبدأت أقلده في الصغر. يعني أنت حضرتك تأثرت بالشيخ نقشبندي، كان أكتر حاجة تأثرت بيه من المشايخ. نعم. بعدين بعد بدأت بقى يعني الموضوع ياخد معايا الاحتراف شويه. تمام. بدأت اسمع لمن سبقوه، الشيخ علي محمود، وهو مجدد مدرسه الابتهال في العصر الحديث، ثم تلميذه الشيخ طه الفشني، ثم يعني تلاميذه من بعد الشيخ محمد عمران والشيخ طوبار ومشايخ كثير، الشيخ الفيومي. هؤلاء عمالقه كبار اثروا هذا اللون من الوان الغناء الديني. ما شاء الله. كمان على صوتك كمان، يعني ربنا يحكمك كما مولانا. الحقيقه انا يعني هذه الايام الواحد صوته مجهد من كتر الحفلات اللي بروحها. ربنا يبارك لك. انا يعني كنت مريح النهارده. هنتكلم عن الاحتفالات، وهنتكلم كمان عن ابتهالك لصلاه الفجر. كان اول امبارح في مسجد مكه، مسجد الحسين. مسجد الحسين. نعم. بس نطلع فاصل. اتفضل يا فندم. ماشي، نطلع فاصل ومكملين مع شيخنا الشيخ محمد علي جبين في حل ودنك. تليفوننا 2-18-10-866 ورقم رسائلنا 1-90-9 وصفحتنا على الفيسبوك هي صفحة الراديو 9090، ومكملين مع المبتهل الشيخ محمد علي جبين اللي منورنا على الراديو 9090. أرجع تاني لحضرتك وأسألك، أنت شايف بقى، نتكلم في موضوع الابتهال. نعم. أنت شايف أن الابتهال باب من أبواب الدعوة وليه دور في قضية تجديد الخطاب الديني؟ طبعا. بمعنى بقى؟ بمعنى أن الكلمة الجميلة والصوت الطيب الندي الشاجي بيأخذ بوجدان أنا بعتبره الكي أو المفتاح للقلب أنه يستقبل أي موعظة أو أي نصيحة. منها ممكن نعلم الأخلاق الحميدة أو الأخلاق الحسنة، نوضح للمستمع أخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنشودة ملحنة مغناة. أكتر منك توجه كلمة مباشرة، فبيسمع نشيد أو بيسمع أغنية دينية فيها فضائل الإسلام، فيها مكارم الأخلاق، جانب الرحمة اللي احنا محتاجينه طول الوقت. يعني محتاجين ان احنا ننشر في أواصر المجتمع معاني الرحمة والعطف والإحسان إلى الآخرين. فالابتهال والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى باب من أبواب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تمام. الدعوة الغير مباشرة. تمام يا مولانا. وكذلك مدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عليه لما تيجي تمدح سيدنا النبي وتذكر محاسن أخلاقه وشمائله المحمدية صلى الله عليه كل وسلم، كل ده برضو يعني بيبقى بتربط المستمع، بربط المستمع بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب جميل، بصوت شجي ندي. يعني شايف ان حضرتك ليه دور كبير في تجديد الخطاب الديني. طبعا. طيب مولانا، كنت عايز اسال حضرتك ازاي نحافظ على اجيال من المبتهلين وما نخليش الفن ده يختفي من بين ايدينا؟ يعني طبعا مصر ولاده بالمبتهلين والمنشدين، وفي كل انواع الفنون لدينا يعني مبتهلين ولدينا قراء. وعايزين نعيد وقت العصر الذهبي. يعني احنا عندنا اسماء كبيره وقت العصر الذهبي بالنسبه لايه؟ بالنسبه لكل انواع الابتهالات، الفن هذا. تمام. سواء كان قراءه للقران او انشاد ديني. عندنا قراء للقران زي الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الشيخ مصطفى اسماعيل. العصر الذهبي الجميل، عايزين نعيد نحيي هذا الوقت الجميل مرة أخرى. هيكون بالآتي، إن إحنا
نتقن في عملنا، نخلص في عملنا، نجود العمل بتاعنا زي ما جودوه السابقون، نمشي على خطاهم. المدرسة الكلاسيكية مثلا في الابتهال الديني الذي أسسها الشيخ علي محمود والشيخ طه الفجني وثم الشيخ عمران والشيخ النقشبندي، نحاول ان احنا نحذو حذوها ونجدد ونبدع. ليس هناك مانع من الإبداع، بس احنا نمشي في الإطار ده، يعني ما نبعدش عنه. وكلما بنسمع هؤلاء العمالقة الكبار هنحافظ على ان يكون في دماء متجددة وأسماء تظهر للساحة مرة أخرى كما ظهر هؤلاء السابقون. طيب أرجع لحضرتك وأسألك برضه، أقول لك يعني كانت الإنشاد مادة أساسية قبل الفطار زمان طبعا. وكنا بنسمع النقشبندي وطبار، الشيخ رفعت علامة من علامات رمضان، الشيخ رفعت طبعا، الشيخ رفعت والشيخ النقشبندي كنا بنسمعه. طب ليه اختفى الكلام ده؟ أولا جودة المعروض، يعني جودة المعروض بمعنى يعني مش هنعرف نقول حاجة، أو مش هقول مستحيل، ممكن إن إحنا نجود عملنا مرة أخرى كما جودوه السابقون. كانوا يختاروا نص كويس، اختيار النص مهم جدا، اختيار الكلمة، يعني اختيار الكلمة تكون سهلة يسمعها يفهمها المستمع، اللحن يكون لحن جيد، نعرف ونسمع إن الشيخ النقشبندي كان بيلحن أو لحن أغنية مولاي الملحن الموسيقار العظيم بليغ حمدي. فحينما نجود عملنا بكلمة أو نص جيد ولحن جيد وصوت دافئ جميل يأخذ بوجدان المستمع، هيجذب المستمع لأنه يسمع. خاصة إحنا في زمن رتم الحياة وإيقاع الحياة أصبح سريع، فزي أنا عملت مثلا الأغاني دي مدتها دقيقتين ونص، 3 دقائق. أنت حضرتك جايب لنا بذكر ربنا، أنا بذكر ربنا في علاه، محاولة مني ان احنا نرجع للغناء الديني الجميل، كلمات الشاعر العظيم عمر بطيشه والحان الموسيقار العملاق محسن درويش، ما شاء الله. فانا عملت الالبوم ده تمام. انا طب انا كنت عايز اسال حضرتك، في فرق ما بين الابتهال اللي هو قبل الفطار والابتهال اللي قبل الفجر؟ لا انا اقول لك حاجه، في فواصل بنعملها بمعنى 3 دقائق، فاصل بتعمله في الاستوديو سواء كان ملحن او كان مرتجل، ده فاصل. لا انا بحس دايما لما باجي اسمع ابتهال اللي هو قبل الفجر بيبقى ليه طابع غير الابتهال قبل الفطار. طبعا الوقت اللي بتسمع فيه ابتهال الفجر وقت التجليات، وقت الفتوحات، وبعدين الابتهال ده فتح رباني، بمعنى ان المؤدي يعني يلبسه الخشوع والخشية والتبتل لله سبحانه وتعالى، والجو المحيط به من مستمعين بيخلوه يقول يعني بيبقى مختلف يعني يعني وقت السحر ده وقت مناجاة لله سبحانه وتعالى، الخشوع والخشية بيتلبسها أو بيلبس لباس الخشوع، فوجود الجماهير برضو بيخلي المبتهل يقول ويؤدي أكتر. طب أنا سأذنك، عايز ابتهال كده يعني فاصل كده للفطار وللفجر، عايز أعرف. وأنا عايز أقول لك حاجة، أنت ممكن أنت عايز تسألني سؤال، يعني الفرق بين التوشيح والابتهال مثلا، ما يعني ما في ناس بتخلط ولكن عايز اسمع التوشيح. تمام. انا عايز اوضح جزئيه صغيره قبل ما اقول الابتهال. التوشيح يختلف عن الابتهال. الابتهال بيؤديه المبتهل مجرد بدون مصاحبه فرقه او كورال خلفه، تمام، بيعتمد على الاداء الصوتي، على الاداء الصوتي والارتجال والارتجال. التوشيح بيؤدي المبتهل مع فرقه، بيبدا معهم لزمه موسيقيه معينه وبيخرج هو لوحده بشغل سولو أو مرتجل، ثم يعود مرة أخرى مع تيمة اللي هو متفق معاه بالضبط مع فرقته. تمام. طب نسمع من حضرتك حاجة. حاضر، فضل. يا رب أنت القريب، يا ربي أنت المجيب، يا من دعائي إليه عن سمعه لا يغيب،
أدعوك يا ربي جهرا لي في رضاك، لي في رضاك نصيب. أدعوك يا ربي سرا، أدعوك يا ربي سرا، إليك قلبي ينيب. يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، ارحمنا يا الله، اعف عنا يا الله، ارضى عنا، ارضى عنا يا الله. الله يفتح عليك، امين يا رب. طب تعالى مع بعض نسمع بقى بذكر ربنا. انا بذكر ربنا، بذكر في ربنا في دي، دي كلمات الشاعر محسن درويش والحان الموسيقار حسين فوزي، تجربة غنائية دينية، وإن شاء الله تنال رضا المستمع بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. تليفوننا 2-18-10-866 ورقم رسائلنا 199 9. وحل ودنك بذكر الله.
حل ودنك على الراديو 90 90. هوا مصر على الراديو 90 90، ومكملين مع ضيفنا الشيخ والمنشد محمد علي جابين. وعايز ارجع لحضرتك بقى واكلم حضرتك في موضوع، مين اكتر شباب المنشدين اللي في الفتره ديت خاصه شباب، وشايف انه علامه قويه جدا في عالم الانشاد؟ والله انا يعني بالنسبه للمنشدين انا بحب الزميل مصطفى عاطف الفنان، وان شاء الله ينورنا باذن الله في اخر الله. حلقه من حلقات حل ودنك الاسبوع الجاي، وفي برضو الاخ محمد عبد الرؤوف السهاجي من المنشدين كان منورنا الاسبوع اللي فات. اسماء كتيره واصوات جميله. برضو في من المبتهلين الشيخ مصطفى منتصر الاكرت، برضو ده برضو من الاصوات الجميله، واخ وزميل عزيز وفنان كبير. مصر مليئه بالاصوات الجميله، انا مش عايز اقول اسماء يعني، بس دي اللي هي في بالي. عندنا برضو شاب جميل لسه يعني في مقتبل شبابه، واتاه الله موهبه التلحين بجانب الاداء، والمبتهل عمر فرحان ما شاء الله. عملنا انا هو حلقات في اذاعه صوت العرب، وبتذاع يوميا بالحانه انا هو، وعندنا المبتهل ابراهيم راشد، وهو يعني مبتهل وفنان كبير في الانشاد الديني والغناء الديني، وهو في الاوبرا المصريه ومبتهل في الاذاعه المصريه ما شاء الله، وهو من الاصوات الجميله القريبه الى قلبي برضو. يعني مصر ولاده، بس محتاجين برضو لهذا اللون الرعايه من قبل وزاره الثقافه والاذاعه. احنا عايزين نعمل فرقه انشاد ديني، يعني فرقه انشاد ديني تخرج في المناسبات الوطنيه تحت اشراف مين؟ تحت اشراف وزاره الاعلام، يكون في تنسيق ما بين وزاره الاعلام ووزاره الثقافه، هيئه قصور الثقافه، ويعني نهتم بهذا الجانب. طب ما هو في فرقه الانشاد الديني في الاوبرا، احنا عايزين دي الفرقه رقم واحد في الوطن العربي. انت حضرتك بتتكلم بقى عن الناس اللي لسه طالعه، يعني نرعاهم. تمام. انا اطالب يعني الاوبرا على عيني وعلى راسي، يعني ما قلناش حاجه، بس عايزين فرقه انشاد ديني اذاعيه يعني تقوم بالمناسبات الدينية والوطنية. طب وانتوا كمعتمدين يعني منشدين ومعتمدين في الإذاعة المصرية، ليه ما كونتوش فريق؟ الله يفتح عليك. أنا يعني وتبقوا انتوا فرقة تبع إذاعة القرآن الكريم. من فترة أنا سمعت الشيخ النقشبندي جابوه في التلفزيون قبل المغرب معاه فرقة بطانة بتاعته. طب احنا ليه ما نعملش احنا كمبتهلين بالإذاعة نعمل اتحاد للمنشدين داخل الإذاعة وتعملوا وكل مرة مبتهل يبقى هو مثلا السوليست والمبتهلين خلفه، مش عيب. لكن احنا عندنا ايه موضوع ان الواحد يحب يظهر لوحده يعني. فده انا عايز دي مشكلة فردية بقى، فردية عايزين نحلها. بيكون اشراف من الإذاعة المصرية ودور الثقافة يتبنوا اخراج يعني من خلال المبتهلين المعتمدين اذاعيا فرقه انشاد ديني، وده يعني دي امنيه اتمناها ان شاء الله، هنطلع حاجات حلوه ان شاء الله باذن الله. طيب يا مولانا، ايه راي حضرتك في الابتهال للبنات؟ ما فيش ما يمنع ان البنت تبتهل وتنشد انشاد ديني، وفي اصوات جميله جدا، طالما الكلام ليس كلام فيه خدش للحياه او كلام في حب الله، ليس تمام. هناك ما يخدش هذا يعني والله اعلم، ما فيش في حرمانيه ان البنت تنشد وتغني الغناء الديني الذي يعالج قضيه، الذي فيه يعني دعوه الى الله سبحانه وتعالى، فيه مدح لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. سيدنا النبي كان قاعد مع ستنا عائشه، وكان في جواري يتغنين، فلم ينهرهن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بالعكس طالما في يعني كلمة جميلة وكلمة هادفة وكلمة طيبة ليس هناك من حرج والله أعلم. طيب عايز أكلم حضرتك بالنسبة للمنشدين الجداد، نعم. حضرتك تنصحهم بإيه؟ مش مفروض يتعلموا علم المقامات هو أكيد طبعا بيبقى عنده مخزون نغمي، ولكن محتاجين ان احنا هو عنده ودن بيسمع أكيد. طالما هو عنده حنجرة قوية وبيقدر يؤدي يبقى عنده ودن، لكن المفروض يتعلم برضه، نتعلم علم المقامات الصوتية ده بالمقام الأول، علم النغم، نتعلم المقامات الصوتية. ثم الشيء الأهم ان احنا نسمع المبتهلين العمالقة الكبار الذين سبقونا، ونشوف أدائهم كان ازاي، اختيارهم للنص كان ازاي،
منحتش عن المدرسة الكلاسيكية المصرية المعروفة منذ القدم واللي الناس كلها بتحب تسمعها. طبعا في إنشاد شعبي على عيني وعلى راسي نحبه ونقدره، ولكن أنا الأداء الكلاسيكي بتاع مثلا مشايخنا الكبار الشيخ علي محمود، الشيخ طه الفاشني، الشيخ محمد عمران، الشيخ الطوخي، الشيخ الفران، أسماء كثيرة أثرت هذا الفن بأصواتها الجميلة. فيعني نلتزم بالقالب الموسيقي المتعارف المعروف عنهم ونبدع ونجدد في داخل هذا الإطار، ليس هناك ما يمنع. طيب نروح نسمع دعاء رايحين على المدينة. ده كلمات وألحان الموسيقار القدير العظيم الأستاذ حسين فوزي، وهو لحن عبارقة كبار، لحن للفنانة شادية، ولحن لعلي الحجار، ولحن لرشدي ومحمد رشدي، ولحن لأسماء كثيرة. وأنا يعني تجربة أنا خطها، وإن شاء الله ربنا يوفقني وأستمر في تقديم المادة الغناء الديني الهادف إن شاء الله بإذن الله. ربنا يوفق حضرتك. رايحين على المدينة. تليفوننا 2-18-10-866 ورقم رسائلنا 199 ورايحين على المدينة للشيخ محمد جابين وحل ودنك بذكر الله. هوا مصري على الراديو 90 وفي آخر فقرة لينا في حل ودنك النهاردة مع الشيخ محمد علي جابين، عايز أسأل حضرتك تكلمني عن مستقبل الإنشاد في خلال 10 سنين القادمة إن شاء الله، شايف في خير؟ إن شاء الله في خير. طالما إحنا يعني ماشيين بخطى السابقين، أمثال مشايخنا الكبار الشيخ كما ذكرت الأسماء الكبيرة، ومنحتش عن المدرسة الكلاسيكية بتاعتنا اللي تعلمنا عليها وتربينا عليها. وما يمنعش أن إحنا نبدع ونجدد ونضيف في خلال المنظومة دي، في خلال من خلال هذا القالب الكلاسيكي اللي الناس كلها بتحبه. نتمسك وبنادي لزملائي المبتهلين ان احنا نسمع كتير، نسمع القديم كتير قوي، لان المدرسة المصرية في كل انواع الفنون مدرسة مليئة بالالحان الجميلة والموسيقى الجميلة والطرب الجميل اللي عمره ما حد هيقدر يعمل زيه تاني. مدرستنا في مصر هي الأساس تعتبر. طبعا منها تعلم كل المنشدين في العالم العربي والإسلامي كله من خلال هذه المدرسة المصرية، سواء كان في الإنشاد الديني أو في الإبتهال أو الغناء الديني. وفي أسماء أنا برضو مش عايز أنساها ممن غنوا وأثروا هذا اللون، الشيخ الكحلاوي، الشيخ الطوخي، غنوا غناء دينيا ما زالت عندك. أنا ماشي بنور الله ماشي طبعا، أو الشيخ النقشبندي مولاي، ما زالت عالقة بالذهن، ولاجل النبي وحاجات كتير ومدد يا نبي طبعا. فيعني يعني أنت شايف حضرتك المستقبل إن شاء الله في الفترة الجاية إن شاء الله خير، ونختار الكلمة الحلوة، الكلمة الهادفة، الكلمة التي تحمل جرس وإيقاع موسيقي يصل إلى ذهن وقلب المستمع. ده بالنسبة للمنشد يعني يختار الكلمة. القرآن طبعا مصر ما زالت رائدة في مجال القراء القرآن. القرآن نزل بمكة وطبع بالشام وقرئ بمصر، ما زالت الريادة في دولة تلاوة القرآن لمصر وستبقى لمصر إن شاء الله. طب احنا في آخر حلقتنا بقى عايزين ندعي دعاء، نبتهل وندعي ولا هندعي؟ والله أنا عايز أسمع بس هي آخر هنسمح. حلقة تاج الضياء هنسمعها، وبعد تاج الضياء ندعي إن شاء الله. لا ما احنا نسمعها بعد الدعاء. بعد الدعاء طبعا أنا بلدي حبيبتي مصر أتمنى لها إن شاء الله إنها تكون في أمن وأمان وفي رخاء بإذن الله إن شاء الله، والأيام الجاية تكون أيام سعيدة علينا جميعا. وأقول يا رب يا رب الله صورنا الله علم صورنا وحباها من كل خير في الحياة حباها
النيل يسري والحدائق حوله قد جمل الزهر الندي مداها. يا خير شعب يا خير شعب يا خير شعب بالعزيمة والتقى نبني البلاد ونحتمي بحماها من شرق مصر لغربها وشمالها وجنوبها الكل قام فداها والله في القرآن نادى باسمها بالدين عظم شأنها وهداها بالدين عظم شأنها وهداها قال ادخلوها آمنين قال ادخلوها آمنين بإذننا سبحان من بالأمن خص حماها سبحان من بالأمن سبحان من بالأمن خص حماها. آمين يا رب. أنت نورتنا وشرفتنا مولانا. لا عذرا إن أنا يعني الصوت شوية يعني. أنا عارف صوتك مجهد بقى من كتر حفلاتك في رمضان وابتهالاتك في أذان الفجر. أنا ما قدرتش أتردد إن أنا آجي في راديو. أنت نورنا راديو وشرفنا. كبير زي راديو مصر 99. وأتمنى لكم دوام الرقي والازدهار وإلى الأمام إن شاء الله. ربنا يخليك. أنت نورتنا وكل سنة وحضرتك طيب. نسمع تاج الضياء؟ هنسمعها مع بعض أهو شغالة أهي. ماشي. حلقتنا خلصت النهاردة. استنوني بكرة في نفس الميعاد من 9 ل 10 مع أجمل الابتهالات الدينية ومول الجديد حل ودنك. إعداد محمود الجلاد. تحياتي وتحيات الشيخ محمد جبين وحل ودنك بذكر الله.